بمناسبه التعاقدات اللي لسه انا وانت بقى بنتكلم فيها، تعالوا نروح لكمان تعاقد اخر. النادي الاهلي النهارده هيعقد مؤتمر صحفي، هيكون الساعه 5 مساء، وانا هحضره على فكره ده باذن الله، وهديك بقى التفاصيل كلها بكره والكواليس على الهوا بكره. على الهوا عرفيني في الحلقه بالظبط كده، عشان يعلنوا على توقيع عقد الرعايه مع شركه المراسم الدوليه للتطوير العمراني اللي هترعى النادي الاهلي لمده 4 سنوات مقبله باذن الله. والمؤتمر هيكون بحضور طبعا كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره والاستاذ خالد بن لادن رئيس مجلس اداره شركه المراسم الدوليه. وطبعا النادي كان اعلن قبل كده برضو عن توقيع عقد الرعاية مع شركة اتصالات مصر، عرضنا ده أكتر من مرة، وهو الراعي الرئيسي والشريك التكنولوجي. كمان عندنا بنك أبو ظبي الأول مصر وشركة جي أل سي للدهانات، ودايما رعاة النادي الأهلي زي ما كنت بتكلم أسماء كبيرة، وفي استمرارية بإذن الله كمان للشراكات المختلفة القادمة للنادي الأهلي اللي بيبقى فيها يعني نجاح على الصعيد ده وعلى كمان الصعيد الآخر.